السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع جيجل لنقف على حالة تقدم الأشغال بمشروع طريق السيار الرابط بين ميناء جنجن ومدينة جيجل بطريق السيار شرق غرب وكذلك بولاية سطيف على مستوى بلدية العلمة. إذن هذا المشروع الضخم والاستراتيجي والهام جدا راح يعرف الآن تسريع الوتيرة تاع الأشغال بعد ما تم إشعار المجمع الجزائري الإيطالي التركي اللي راح قائم على الأشغال، تم إشعاره بالإسراع في الوتيرة وزيادة في عدد العمال. يعني بعثوا له يعني صاحبة المشروع هذه وهي الوكالة الوطنية للطرق السيارة لادا، يعني أنذرت المجمع هذا الثلاثي بتسريع الوتيرة وأخذ كل التدابير إذا تسريع وتيرة الأشغال. الآن فيه حيوية اللي في هذه الأشغال، إن شاء الله الأمور تمشي بطريقة طبيعية وتولي الوتيرة جيدة إلى نهاية المشروع. هذا هو المهم، لابد المشروع هذا ما يزيدش يحبس في المستقبل لأنه تأخر كثير ورغم الأهمية نتاعو، وفيه مشاكل على كل حال، مشاكل تقنية ومشاكل تعود إلى تضاريس صعبة جدا فيه. يعني الطريق يمر فوق سد تابلوت، إذن فيه جزء من الطريق يمر فوق السد، إذن هو فيه أنفاق كذلك. على كل حال ماذا بينا إحنا كمواطنين أن الأشغال هذه تنتهي، ونترككم مع نهاية الفيديو هذا حول زيارة والي ولاية جيجل إلى المشروع وما صرح به. والسلام. كما شاهدت بعدها هي زيارات دولية، زيارات معنية للمشروع مهم جدا باتجاه طريق السيار على تقدم وفق العلمة. اليوم بغض النظر على الظروف المناخية اللي سادت خلال شهر ديسمبر واللي عرقلت نوعا ما النشاط نتاع الشركات الثلاثة مكلفة بالإنجاز، لكن رغم ذلك نلاحظوا اليوم أنه فيه تكفل فعلي والاهتمام بتنفيذ مخطط الزمني للأشغال الموكلة، رغم أنه تقريبا شهر تاع التأخر بسبب الظروف المناخية. نسعى خلال 10 أيام اللي إن شاء الله اللي راح تكون فيها الوضع متحسن، ما كانش فيها المطر ولا الشتاء ولا الأمطار، نحاول إن شاء الله نسترجعوا أكبر قدر ممكن من الأيام اللي ضاعت بتخفيف الأشغال، زيادة في ساعات العمل وزيادة فرق التدخل. الهدف الأساسي اللي أنا ماشيين فيه خلال الثلاثي الثالث، بداية الثلاثي الثالث، أننا يكون عندنا الشطر الأول على مسافة 13 كيلومتر. هذه هي النقطة الأساسية، والمجهود تقريبا كله منصب على هذا الشطر. في المقابل ما نغفلوش بقية الأشغال، سواء من النقطة 13 إلى النقطة 24 وين نصيبوا للتونال النفقين. هذه كذلك ولو أن الأرضية صعبة جدا كما كنتم لاحظتوها معنا، تتطلب أعمال ميكانيكية صعبة جدا، لكن رغم ذلك الأشغال تقريبا راهي منطلقة. لكن هذه تبقى في المرحلة الثانية، على أن تليها مرحلة ثالثة بعد النفقين إلى غاية حدود الولاية، اللي تتطلب كذلك هنا بعض الأشغال اللي كانت على مستوى الدراسة فقط.